بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الإمام الشيخ محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الباب 82 بعد 200، باب تحريم الخلوة بالأجنبي. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأنا رأيي أن الاستدلال بالآية دي ليس في موضعه، لأن هذا خاص بأمهات المؤمنين وليس فيه دليل النهي عن الخلوة، فليس في موضعه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ يعني هل حيسب له حسنة؟ هاخد كل حسناته. رواه مسلم. يعني لما يبقى امرأة زوجها مسافر في طلب الرزق، او مسافر للجهاد في سبيل الله في الحرب، وبعدين الناس اللي حواليها يستغلوا عدم وجود زوجها، يقوموا يبتدوا يتحرشوا بيها او يتعرضوا ليها، ده من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر. فهم؟ لان حرمة الانسان الغائب ده أشد من حرمته وهو حاضر. تصور بقى، لأنه هو حاضر يقدر يدافع عن نفسه، لكن هو غائب ربنا هو اللي هيدافع عنه. فهمت؟ يبقى الواحد يحتاط جدا من المرأة اللي زوجها غائب ألا يعني يتعرض لها فيغويها أو تغويه. والمرأة برضو إياك إنها تغوي رجل يعني في غياب زوجها، تغوي وإلا تقع في اسم شديد شديد في منتهى الشدة. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. يلا يا أستاذ تفضل. باب تحريم الخلوة بالأجنبية. أيوة بالأمر الجميل، حتى لو راجل جميل كده ما طلعلوش شعر ولا لحية وشكله كده وجيه جميل. ساعات في رجالة أحلى من الستات، وانت ديك انت شايف الوقت بينا في زمن الشذوذ بقى منتشر بين الرجال وبين النساء، والنساء والرجال والرجال. فالشافعية وكذا كثير من الفقهاء يقولوا يحرم الخلوة حتى بالرجل الأمرد أو الشاب الأمرد كالمرأة سواء بسواء. فهمت بقى؟ لدفع لدفع الشبهات. يلا يا سيدي. وثبت عنه المصنف للعلم به مما قبله أنه إذا لأنه
لأنه إذا حرم النظر إليه فلأن تحرم فلأن تحرم الخلوة من باب أولى. الخلوة به من باب أولى. فلأن تحرم الخلوة به من باب أولى. أيوه. قال الله تعالى. إحنا قلنا برضو الشاب الأمرد ده اللي هو شكله جميل ده كده ومش لعلوش لحية ولا دقن ولا بتاع يحرم النظر إليك كحرمة النظر للمرأة. فإذا كان يحرم النظر يبقى يحرم الخلوة به من باب أولى. فهمت بقى إزاي؟ يلا يا سيدي. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا أي حاجة فاسألوهن من وراء حجاب أي ستر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه تقدمت ترجمته رضي الله عنه في باب الدلالة على الخير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم الدخول على النساء أي الأجنبيات على وجه الخلوة بهن أو وهن مكشوفات. فقال رجل من الأنصار لم أقف على من سماه أفرأيت الحموة. وفي نسخة الحموة بوزن دلو. الحموة بوزن دلو يعني الحموة وفي النسخة الثانية الحموة. وفي نسخة الحموة بوزن دلو فيه وفيما يأتي قال الحمو الموت. قال المصنف أي إن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير نكير بخلاف الأجنبي. وقال ابن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت. وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك فجعل كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ قال وفي الحمي أربع لغات حموك بضم الميم وسكون الواو رفعا وحماك نصبا وحميك جرا وحمك بإسكان الميم وإظهار الحركات على الهمزة بعدها. حمك بهمزة حمك حط همزة على الواو يعني تقول حمك حمك أو حمك وحمك بإسكان الميم وإظهار الحركات على الهمزة بعدها. وحمى بوزن فتى مقصور فتقدر في الألف حركات الإعراب. وحم كأب وأسره حمو 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 بفتح الحاء والميم حمو. وحمات المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير هذا انتهى متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه والذين هم أجانب من الزوجة لا أصله وفرعه يعني لا أبيه ما يدخلش الأب في الحمو ولا الابن. ليه؟ لأنه دول محرم على التأبيد. واضح؟ في زماننا ده أنا رأيي تحتضبر بقينا في زمن غريب. ده الوقت بيحرشوا الواد إنه يستمتع بأمه في أكتر من كده يعني جنان. بقينا في زمن بقى فيه جنان وكل دي مقاطع موجودة على اليوتيوب علشان تنبه إيه غرائز العيال المراهقين لما لا تتوجه الغرائز إليهم أصلا. فوجه غرسته لأخته ووجه غرسته لأمه ووجه غرسته لخالته ولعمته بقى جنان. أيامنا احنا الجيل بتاعنا كان مستحيل الحاجات دي تخطر في بالنا لكن الوقت بقت إيه بقت مشكلة كبيرة. فربنا ينجينا. فأنا رأيي إن احنا نتوسع في إيه في الأحكام في هذا الزمان احتياطا. يلا يا سيدي. وإن كانوا من الأحماء لغة فلا يتناولهم الحديث. وقالوا المازري المراد بالحمي أبو الزوج. وإذا نهي عنه وهو محرم فكيف بالغريم؟ قال المصنف كلام فاسد مردود لا يحمل الحديث عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة أي أجنبية منه إلا مع ذي محرم أي لها
استثناء منقطع لأنه به تنتفي الخلوة متفق عليه. ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بلفظ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. وأخرجه الطبراني من حديث بريدة باللفظ لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ولما قصرنا في هذه الأحكام وقع الطماط وانتشر الزنا بين الناس للأسف، فلازم إيه نحتاط، لأن الوقت نوازع الشر تغلب على الناس ونوازع الشهوة تغلب على الناس. طيب إحنا في زمان يجب على الإنسان أن يشتد احتياطه. يلا يا سيدي. يا مولانا بالنسبة لذي محرم لازم في سن مكلف يعني؟ لازم بليغ؟ لا يكفي اللي عنده نوع من التمييز. يعني افرض معاها ابنها في أولى ابتدائي، ده يمنع الخلوة لأنه مميز. فهمت ازاي؟ ولو عملوا حاجة قدامه الواد هيفتن ويقول للناس. لكن لما يبقى رضيع لا. أما يبقى رضيع ده تبقى خلوة برضه. لكن لو معاه حد من سن التمييز طال. إيه هو سن التمييز؟ إنه عارف اسمه وعارف إيده اليمين من الشمال وعارف النهاردة يوم إيه وعارف إيه عنوان بيته. آه بقى مميز. تيجي تقول له النهاردة إيه يا ابني؟ يقول لك لا النهاردة الخميس. إحنا فين؟ في مسجد الأشراف. مين اللي بيتكلم ده؟ الدكتور يسري. يبقى خلاص ده بقى مميز. فهمت بقى؟ بقى انسان مميز. يلا يا سيدي. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة نساء المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين عظيمة جدا كحرمة أمهاتهم. يعني في ستات كتير جوازهم مسافرين بيبعتوا لهم مصاريفهم الشهرية، ويبقى مسافر بره قاعد بيشتغل في أي بلد ويبعت، ومراته قاعدة بالعيال، يجي بقى الجار يلعب على الزوجة دي يبقى مجرم من المجرمين الكبار. ليه؟ لأنه اللي طالع ده بيسعى من أجل الرزق الحلال علشان يصرف على أولاده، ده في سبيل الله. خد بالك ده في سبيل الله. يبقى من خرج يسعى على رزقه في سبيل الله، على أرملة ومسكين فهو في سبيل الله، أو في تعليم بيتعلم علم مفيد فهو في سبيل الله حتى يرجع. كل دي في سبيل الله. أو بيحارب، سافر للجبهة عشان يحارب. فاهم؟ كل دي الحاجات دي إيه المفروض إن زوجاتهم وأبنائهم يكونوا في إيه؟ في حرمة شديدة واحترام شديد من بين المسلمين. فهمت؟ يلا يا سيدي. فلا يجوز التعرض لهن بوجه من وجوه الريب أداء لبعض حق أزواجهن المجاهدين لنصر الدين. ما من رجل من القاعدين أي عن الجهاد يخلف بضم اللام رجلا من المجاهدين في أهله أي يقوم عنه بحوائجهم فيخونه بالنصب في جواب النفي فيهم إلا وقف بالبناء المفعول له يوم القيامة فيأخذ بالرفع أي المجاهد من حسناته أي الخائن. والظرف بيان لقوله ما شاء قدم عليه اهتماما به، وقوله حتى يرضى غاية الأخذ أي لا يمنع منه ولا يوقف عند حد دون ما يرضيه. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مخاطبا بقوله ما ظنكم أي ما تظنون أي تظنون وقد أذن الله له أي تظنون وقد أذن الله له في أخذ ما يرضيه منها. وطبع الإنسان الحرص ألا يترك منها شيئا أن يترك منها شيئا أن يترك منها شيئا. رواه مسلم فيه غلظ اسم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة تحذيرا عنها وتثبيطا. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين.